دكتور اليوم الأهداف الرئيسية لهذه الحملة بالتحديد على درعا اليوم؟ طبعا يعني هذه الحملة هي يعني منذ أن جرت تسوية 2018 النظام يخطط، والروس وضعوا خطة يعني خطة لاحقة، ليس فقط صالحنا ب 2018 وانتهى الموضوع، لا، هناك حملة انتقامية طبعا يعني جاءت من فترة على طفس، الآن جاءت إلى درعا. لماذا جاءت إلى درعا؟ الأسباب يا سيد الكريم، أول شغلة انتقاما لتكسير رأس تمثال حافظ الأسد، الصنم كلياته بالكامل، تكسير تمثال حافظ الأسد أمام مبنى المحافظة في درعا. الثوار بعد أن سقط الشهداء في درعا قاموا بتكسير تمثال حافظ الأسد أمام مبنى المحافظة، هذا أول شيء، أول باشتان يعني. السبب الثاني، هم أشعلوا الثورة في كل سوريا، أبناء درعا، انتقام من هؤلاء الأهالي. المعارك التي كسرت ظهر الجيش وقلعت فيها المستوطنات التي كان يسكن فيها عائلات هؤلاء العسكر، طبعا تم تدميرهم وطردهم من منطقة درعا، طبعا هذا أحد الأسباب. وانتقام الآن، الانتقام يشبه الانتقام من السوريين في مدينة حماة عام 1982. مدينة حماة 1982 بالثمانينات يعني 27 يوم قصف مدفعي وصاروخي برجمات صواريخ على مدينة حماة حتى دمرت بالكامل. والآن هم وضعوا مدفعية وراجمات ودبابات وهاون على مشارف درعا من 4-5 محاور حصار حول درعا، ويوميا القصف لا يهدأ لتدمير مدينة درعا بالكامل.